الكريم جميعا، على رأسهم الأخوة المنظمين والمحاضرين والحضور والمشاركين من الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، حفظهم الله جميعا، بارك الله فيهم، أهلا وسهلا بكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم عن موضوع أيضا متميز من المواضيع التي طرحتها جمعية الإعجاز، وسلسلة طويلة جدا طرحتها جمعية الإعجاز، منها اليوم ما يتعلق بيوم القيامة والأدلة والآفاق في هذا المجال. بالتأكيد ما نراه في هذه الأيام من متقلبات ومتغيرات في هذا الكون يثير الجميع ويزداد إيمانهم بأن هناك يوم قادم بهذا العالم سيتلوه أيضا أيام أخرى، وكما ورد في السنة والقرآن الكريم على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام في موضوع يتعلق بيوم القيامة وإيمان الناس في هذا اليوم. سوف يتحدث معنا اليوم الأستاذ إمداد صالح كلمز، وهو من العراق الشقيق، وهو محاضر في جامعة كركوك، متحدث في موضوع الإعجاز العلمي، ومتخصص في قضايا الجيولوجيا، وله العديد من الإنجازات من المحاضرات والبرامج العلمية في قضايا فضائية أيضا، باللغة التركمانية هو اللغة الأساسية عنده، واللغة العربية ما شاء الله لغة متميزة، له خبرة أكثر من 14 عام في قضايا الإعجاز والمؤتمرات الدولية المتعلقة في هذا المجال، سواء كانت في جامعته أو في جامعات أخرى. الآن الفضاء الإلكتروني الآن زاده علماً وزاد مشاركته العلمية لهذا الموضوع إثراء. هو نائب رئيس تحرير مجلة العصر الصادرة عن مركز كركوك للإعجاز. حقيقة الرجل بإذن الله سننهل من علمه هذه الأمسية بما فتح الله عليه، فليتفضل مشكورا للحديث عن يوم القيامة الأدلة والآفاق. تفضل يا دكتورنا الحبيب. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم مركز كركوك للإعجاز العلمي ومدير المركز طبيب العيون الدكتور شاكر سعيد، نشكر الجمعية الأردنية للإعجاز لإقامة هذه الفرصة للحديث عن مفهوم المفاهيم القرآنية، ونتمم جهود الجمعية حوالي 14 سنة من الاستمرار بتقديم هذه البرامج المهمة. اليوم محاضرتنا عن الأدلة والآفاق على يوم القيامة. الحق بأن الإنسان وجميع الإنسان على وجه الأرض من حقه أن يفكر بمصيره، وقضية مصير الإنسان والحياة بعد الموت شغل بال جميع الناس بشكل أو بآخر. والحق أيضا أن القرآن الكريم يعتبر الكتاب الوحيد على وجه الأرض الذي تناول قضية يوم القيامة من بعد الموت والأحداث التي تليها، الكتاب الوحيد تناولها بعمق، بحيث أن 16 سورة 16 سورة من سور القرآن تحمل أسماء خاصة بهذا اليوم. وأبدع القرآن الكريم في هذا اليوم باعتباره جزء من العقيدة الإسلامية أو شرط من أشرار العقيدة الإسلامية، ما يسمى بأركان الإيمان في الإسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والقرآن الكريم في هذا المجال، طرح القرآن الكريم، تميز عن غيره مثل ما قلنا بالعمق، وكذلك بالربط مع الإيمان باليوم بالله سبحانه وتعالى. فلا يكاد يعني صفحة أو صفحتين من القرآن إلا ويذكر فيه الإشارة إلى يوم القيامة. والحديث في هذه البرنامج هي عرض ما موجود في القرآن الكريم من خريطة ليوم القيامة، ونتناول جانب الإعجاز العقلي والمنطقي لفهم عرض القرآن الكريم لهذا الجانب. وهي تعتبر منظومة من منظومات القرآن العديدة، يعني القرآن فيه منظومات
الإيمان، قضية الإيمان، أسماء الله الحسنى، منظومة قصص الأنبياء، منظومة الظواهر الكونية، منظومة القيم والأخلاق، منظومات كثيرة في القرآن، ومن ضمن هذه المنظومات هي هذا الموضوع الضخم، موضوع يوم القيامة والأدلة القرآنية حول هذا الموضوع. طبعا حتى القرآن الكريم اشتق من اللغة العربية أسماء لم تكن معروفة قبل نزول القرآن ضمن يوم القيامة، مثلا اسم الصاخة والطامة والحاقة والقارعة، أسماء جديدة في القرآن الكريم والتي تحمل نوع من الثقل في اللفظ، وخصوصا حتى في مخارج الحروف عندما تكون هنالك بعد حروف الجهر تكون هنالك ألف فتكون وبعدها مد، تكون يعني تأثيرها قوي جدا، كما في اسم الحاقة وأسماء الأخرى مثل الطامة. هذه تناول القرآن ليوم القيامة من ناحية التسميات إلى الأحداث إلى الصور وما جاء في هذه الموضوع، نحن راح ندخل بها، لكن دخول بها نبرة الإعجاز ونبرة التفكير المنطقي السليم فيما طرحه القرآن الكريم. والحق أن الخريطة اللي ندخل فيها في القرآن الكريم أو أسلوب القرآن في طرح هذا المسألة هي ضمن سؤالين مهمين في حياة البشرية، سؤال الكيفية يعني كيف، وسؤال لماذا. فأي مسألة كأن تقول أنت لماذا هنا، هذا سؤال يشمل لماذا، يعني الغاية من وجودك، أقول الغاية من وجودي إلقاء محاضرة حول القيامة، وربما حتىهم يسأل كيف أتيت إلى هنا، فهو يسأل عن الآلية، عن الآلية تقودني إلى هنا. والقرآن الكريم في يوم القيامة تناول هذا الجانبين، الكيفية من ناحية إثبات طلاقة القدرة الإلهية في عملية البعث يوم القيامة بعد الموت، أي أن يكون هنالك تجديد في الحياة أو برمجة أخرى للموت اللي انتهى الإنسان فيها، لكن هنالك يكون برمجة أخرى لحياة أخرى. هذه جانب الكيفية راح نأخذها والأساليب اللي طرحها القرآن الكريم. أما جانب لماذا هي تشمل الفهم ضرورة الآخر، يعني الضرورة الأخلاقية والضرورة الإنسانية والضرورة الاجتماعية والضرورة القانونية وهكذا من ضرورات لضرورة وجود الآخر. فهذا الموضوع أساساً هي التناول. والشيء الذي نذكره دائماً ولا بد أن نذكره بأن هذه الأفكار التي هي بين العملية والنظرية وظواهر الكون هي تمثلت في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام، في ترجمة الإيمان باليوم الآخر وترجمة حساب الإيمان باليوم الآخر وحساب الآخرة في تأثيره على أعمال الإنسان وواقع الإنسان من خلال أن تكون الوسائل نظيفة لتحقيق الغايات النظيفة. وهذه نقطة مهمة، أي أن هنالك شخصية من البشرية يمثل في من طرف القرآن يمثل هذا الجانب، وهو وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ربما يطرح هذا السؤال في العوام، يعني من الذي قدم أو قدم بعد الموت يخبر عنا، نقول له بأن الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته وهو الشاهد على هذا الموضوع. ورغم أن الكتب السابقة السماوية والأفكار الأخرى التي طرحت نفسها مثلا كتناسق الأرواح ليعطي حل ما وراء الموت، لكن بقيت هذه الأفكار الغيب السماوية هي قاصرة في ترتيب يعني نظام خاص لطرح موضوع الآخر ليقنع الإنسان. والحق نحن نقول بأن مسألة الآخرة في منظورنا هي تمثل يعني منظومة متكاملة في الوجود، منظومة متكاملة تؤدي أو بشكل أو بآخر إلى إثبات هذا اليوم، أي أن هنالك برمجة في الوجود للوصول إلى تحقيق هذا اليوم المبارك. طبعا هذا الكلام بشكل مختصر يعود إلى العلامة الكبير
عبد الرحمن حسن حبن كالميداني إذ يقول هذه العبارة، يقول الآخرة رتبت في برنامج الوجود الأعظم أو الكبير، الآخرة رتبت في برنامج الوجود، وهذا رتبت في برنامج الوجود هي إعطاء دور للآخرة في صفحات الزمن وصفحات المكان وفي الخلائق وما تجري في هذا الوجود من أحداث، بحيث كلها تؤدي بشكل أو بآخر إلى وجود ضرورة وجود الآخرة. وهذا الطرح اللي أنا راح أطرحه معكم، هذه السياحة الفكرية في منظومة القيامة في القرآن الكريم، هي تمثل صفحة أو جانب من هذا الترتيب الإلهي في قضية في الوجود لطرح برمجة الآخرة. بداية يعني القرآن الكريم هنالك نقطة جدا مهمة لابد أن نفهمها من هذا الكتاب، وهو أن هذا الكتاب حتى في طرحه لموضوعات الغيب، يعني مسألة غيب مطلق، لكن القرآن يطرحها ضمن وسائل العقل البشري ليكون الإنسان بشكل أو بآخر على فهم لهذا الموضوع. يعني قضايا غيبية تطرح في القرآن الكريم كمشاهدات من واقع الذي نعيشه، من واقع العملي أو الظواهر اللي نعيش بها، فيربط بين المشهد الغيبي المطروح وبين الظاهرة الموجودة على الأرض. وهذا في قضية الآخرة موجود في القرآن كثيراً، أن هنالك حتى يعني لو ندخل ليس فقط في الآخرة، يعني على سبيل المثال لو قلنا الأستاذ أو البروفيسور في اختصاص من تخصصات الفيزياء أن يفهم علمه لطفل بعمر 4 أو 5 سنوات أو أول ابتدائي أو ثاني ابتدائي، ربما يعجز الأستاذ البروفيسور عن توصيل علمه في الموصلات أو غير الموصلات في الفيزياء التخصصية لهذا الطفل. لكن هذا الذي يحدث في القرآن الكريم، بأن الله سبحانه وتعالى يفهم ويطرح لنا مشاهد ومسائل غيبية لكن بمفاهيم الإنسان. مثلا علم الله، من يستطيع أن يحيط بعلم الله سبحانه؟ لكن القرآن يأتي من يذكر إن الله، من يذكر عن علم الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الطرح القرآني عن علم الله بظواهر معروفة لدى الإنسان، وعندهم مفاتيح الغيب، المفاتيح الكود المستعمل من قبلنا لفتح الخزائن، يعني دليل جدا مهم. ويعلم ما في البر والبحر، هذا الإطلاق في البر والبحر، وما تسقط من ورقة في اللحظة اللي تفكر به كم شجر على وجه الأرض وكم تحمل من أوراق وكم تسقط في كل ثانية من الأوراق أو كم تنمو من الأوراق، هي مسائل فوق طاقة الإنسان، لكن يذكر القرآن للوصول إلى جانب من علم الله. وهكذا نرى في طرح قضية يوم القيامة، القرآن الكريم استعمل هذه الوسائل احتراماً للعقل البشري، بحيث حتى الموضوعات الغيبية المطروحة في هذا الكتاب الكريم هي مطروحة بمفاهيم مفهومة من قبل البشر. طبعاً هذا الجانب مثلاً هسه نأخذه في تقسيم كيفية حدوث البعث يوم القيامة، وهذه الكيفية مثل ما موجود أمامنا هي تخدم نقطة في فكر الإنسان، هي طلاقة قدرة، يعني طلاقة القدرة لله سبحانه وتعالى. إذا ما وصلت لهذه النقطة طلاقة القدرة فالمسألة تكون جدا سهلة. عندنا ظواهر من الوجود تطرح في القرآن الكريم لإعطاء أدلة على آلية الخلق. أولا مثلا الظواهر الطبيعية، تشمل الظواهر الطبيعية إلى وجود حالة البرمجة في عمليات التكاثر أو الولادة أو البعث الجديد للحياة. يعني إحنا مرات ما يقال بأن الألفة يكون لنا مرض، يعني الإنسان اللي يصنع سيارة ما ممكن أن يفكر بأن من محرك السيارة أن يولد سيارة جديدة بصبغها وبترتيبها. هذا ما يحدث في الحياة عندما برمجة الحياة تنتهي للموت بالإنسان، لكن في عمر محدد
تكون هنالك آليات أخرى، آليات التكاثر، وعند الرجل وعند المرأة تؤدي إلى عملية الولادة كبرمجة جديدة. هذه العملية كظواهر الطبيعية، وهي وجود التكاثر والولادة وانتهاء حلقة ثم بدء حلقة أخرى، هذا اللي يحدث عندنا على وجه الأرض بشكل اعتيادي. القرآن الكريم يفتح هذه الأمور، ويفتحها دائما أكثر ما يفتحها مع النباتات التي تنمو من التربة. وحتى نرى في قضية الإنسان، يعني طلاقة القدرة في خلق الإنسان، آية قرآنية. أنا حتى أدخل لفهم الموضوع راح أستشهد بآيات من القرآن حتى نكون دليل على هذه القضية. الآية من القرآن هي الذي نتناولها في كيفية آلية الخلق أو آلية البعث على وجه الأرض. الآية من سورة الآية الخامسة من سورة الحج يطرح الموضوع: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. جاء مسألة التراب، طرح الموضوع: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم في ريب من الخلق أو من البعث، جاء قضية التراب: فإنا خلقناكم من تراب. هذا المشهد أولا بدأ بيا أيها الناس، ولم يبدأ بيا أيها الناس يعني وليس يا أيها الذين آمنوا. نعم، هذا المسألة بدأ بيا أيها الناس. لماذا بدأ بيا أيها الناس؟ لسبب نقطة، أن هذه القضية عامة ومفهومة للجميع. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. أنا أستندرب بقراءة الآيات بسرعة حتى أصل إلى الهدف. هذا العرض الأول يشمل خلق الإنسان، لكن نفس الآية الخامسة من سورة الحج، الآية: أيها الناس إنا خلقناكم من تراب إن كنتم في ريب من البعث، فنرى مشهد آخر في نهاية الآية، وهي مشهد إنبات النبات من نفس الأرض في قوله تعالى: وثر الأرض هامدة فإذا انسلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. المشهدين الموجودين في هذه الآية ترجع إلى أصل واحد وهي التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، من البعث يوم القيامة، فإنا خلقناكم من تراب. جاء مشهد التراب، نرى بأن التراب يتكرر في مشهد النبات: وترى الأرض هامدة، أي بمعنى الأرض هنا المقصود هي الأرض الزراعية، التراب هامدة أي جامدة ميتة في وقت الصيف، ترى كصحراء، لكن تنزل عليه الماء من السماء فتنبت، تكون هنالك عملية إنبات، آلية الإنبات. هنا أيضا تدخل في قضية الإنسان: فإنا خلقناكم من تراب، ثم بدأ بمفاهيم الخلق، المفاهيم الأخرى وهو وجود النطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة. طبعا أنا ما أدخل في تفاصيل الآية، يعني أخذنا إلى معجزات علمية أخرى، لكن المنظر العام أشرحها فيها: تخلق الغير مخلقة وراها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم. هذه المراحل في الخلق، ثم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. هذا المشهد في خلق الإنسان وتطوره على الأرض من النطفة إلى أن صار إنسان كامل، بعدين تنزل به ظاهرة الحياة إلى الموت، أيضا تتكرر في التراب. هذا المشهد هي أمام الإنسان، أمام الإنسان ويرى الكل. لكن القرآن الكريم على هذا المشهد الطبيعي، على هذا المشهد اللي مشهود في الأرض، يبني عليه قضايا غيبية مأخوذة من نفس المشهد. ولهذا نرى بأن بعد انتهاء الآية الخامسة من قوله تعالى: فإذا نزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، بدأ قضية الغيب، ذلك بأن الله هو الحق. لماذا؟ لأن هذه المشاهد اللي أمامك هي مشاهد حق، ترى كيف يخلق الإنسان وكيف النبات تنمو من أرض ميتة. هذا الجانب، ذلك بأن الله هو الحق، والحق هنا بأن الله سبحانه وتعالى لا يمثل فكرة نظرية، وإنما أثره في الواقع هي قضية الخلق، الخلق الموجود. وكلمة الحق في القرآن الكريم الذي يطلق على الله كذلك يطلق على القوانين الكونية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القوانين بحق، يعني بحكم، بحكمة، ذلك بأن الله هو الحق. هذا المشهد الغيب الأول.
وأنه يحيي الموتى، المشهد الغيب الثاني، لأن عملية إحياء الموتى تظهر أمامك كيف أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون من نطفة يكون هنالك إنسان، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وهذا كل مشاهد غيبية، طلاقة قدرة رب العالمين أثبتها، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هذه المشاهد الغيبية الخمسة انبنى على مشهد كوني. هذا هي الاحترام للعقل، واحترام إلى نظرة الإنسان إلى الطبيعة لما حوله، ليستنبط منها آثار الآخرة. هذا الذي قصدت بها من أن ظاهرة الآخرة هي مرتبة في برنامج الوجود، يعني مشاهد الآخرة موجودة في برنامج الوجود الذي جاء أمامك. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وثم مشهد الآخر مشهد النبات الذي تخرج من التراب، فمشهد مختلفين، الإنسان يختلف عن النبات، والنبات الذي يخزن يستطيع الاستطاعة أن يخزن من طاقة الشمس أن يصنع الغذاء بعملية التركيب الضوئي، والإنسان المستهلك، يعني ظواهر مختلفة لكن نبت من التراب. وهذا التراب عندما يكون الخطاب القرآني للتراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى، هي هذه البرمجة مال الآخرة في العقول، بأن هذا التراب أصبح مقصوداً في القرآن الكريم في قضية الخلق وفي قضية البعث وفي قضية استلام الإنسان الذي هو أيضاً جسده من التراب. هذا المشهد اللي شرحناها هي تمثل جزء من البرمجة الموجودة أمامنا، وهي الظواهر الكونية. وقصدت بالظواهر الكونية ما تراه أمامك، وأيضاً قصدت بالظواهر الكونية هي ظاهرة التجدد والدورات التي تحدث في الأرض، وربطنا مع ظاهرة الموجودة في الإنسان الذي التجدد في الخلق من الإنسان. نرى مشهدين آخرين في نفس الكيفية. الظواهر الكونية، ما المقصود بالظواهر الكونية؟ الظواهر الكونية فوق الظواهر الطبيعية، يعني يدخل به السماوات، يدخل به عمليات الكونية. نرى نقطة جدا مهمة في القرآن الكريم، نقطة لابد أن ننتبه لها في عملية فتح قضية الإيمان بالآخرة. يأتي بمشاهد من الكون في صور الذي أو الصور التي تبحث الآخرة، تأتي بمشاهد من الكون هي مشاهد علمية وظواهر كونية، لكن إلى اتصال في إثبات القيامة. مثلا صورة التكوير في قوله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سُيِّرَتْ وتستمر الآية. إذا الشمس كورت، تكوير الشمس، ذهاب ضوءها شيئا فشيئا، هذه الظاهرة العلمية التي أمامنا هي مبحث من مباحث العلوم الطبيعية الموجودة، وهي أن الظواهر الكونية أثبت قوانين الفيزياء، خصوصا قوانين الثيرموداينامك الأولى والثانية، وقانون الانتروبيا، قانون عن حركة الطاقة، وقوانين اللي تثبت بأن الحرارة المفقودة تساوي المكتسبة، وأن الكون تسير إلى تعادل حراري، وأن الفوضوية في الكون تسير إلى ما لا نهاية. كان عندما يترك سيارة مع الزمن بعد 50 سنة نرجع بأن السيارة نراها بأن تذهب إلى الاضمحلال وإلى الرجوع إلى الأصل، وإذا كان هنالك تجدد في هذا السيارة معناه هنالك برمجة أخرى، من ينظر إلى هذه السيارة من ناحية الغسل والتغيير، وإذا يترك الأمور، هذا قانون الانتروبيا. الظواهر الكونية أثبت للعقلية الإنسانية بأن هنالك بداية للزمان وللخلق وهنالك نهاية. هذا اللي في المشهد الأخير، حتى قدر عمر الأرض وقدر عمر الكون من قبل علم الحديث، وما موجود من نظريات مطروحة في الساحة كنظرية البيج بانج الانفجار الكبير، وكذلك القوانين اللي تثبت. وإذا أخذنا الشمس كنموذج والتي تنبني عليها حياتنا، نرى بأن عمليات الاندماج النووي في الشمس عندنا معادلات، أنا ما راح أشرح هذه المعادلات لأن يأخذ منا الوقت، لكن هذه المعادلات تبين بأن الشمس تفقد من كتلتها كطاقة 4 ملايين طن من كتلة الشمس تفقد في كل ثانية، تتحول إلى طاقة من قبل المعادلات الموجودة في مشهد أمامنا في نهاية هذا المشهد، يعبر عن هذا الجانب.
وهو أن الشمس أساس الطاقة الموجودة فيها هي الهيدروجين، والهيدروجين تتحول في عملية الاندماج النووي نيوكليار فيوجن. في هذه العملية الاندماج النووي تتحول الأكسجين إلى الهيليوم. معروف بأن الهيدروجين الوزن الكتلي أو الوزن الذري للهيدروجين هو 1.0080. يعني المشهد إذا نقدر نشوفه نهاية هذا المشهد معادلات عن العدد الذري للهيدروجين، العدد الكتلي عفوا. نعم هذا المشهد الأخير، هذا اللي قدامه. نشوف بأن الهيدروجين الوزن الذري للهيدروجين 1.0080، والوزن الذري للهيليوم اللي هي 4، يعني الهيدروجين وزن الذري مالته 1 والهيليوم 4، فأربع ذرات من الهيدروجين تدخل في عملية الاندماج النووي. ونقول اندماج نووي لأن تكون التفاعلات على أساس النواة، يعني على أساس النواعض، لأن النواة دي بروتون ونيوترون، واختلاف عدد النيوترون هي اللي تعطي الايزوتوبس النظائر الموجودة في الذرات. هنا أربع ذرات من الهيدروجين عندما نضربها 1.08 في 4 يطلع لنا 4O26. هذا شنو؟ هذا الوزن الذري أساسا للهيليوم، لكن الهيدروجين من نضرب 4 يطلع عندنا 4O320. هذه 4.320 نراها كوزن هي أكثر من وزن الذري للهيليوم. شوف الوزن 4 ذرات من الهيدروجين، الوزن الذري يساوي 4O320، لكن ذرة الهيليوم هي 4.26 إذا 4 مراتب هي. إذا هنالك فرق وزن، والمعادلات زوا يشرح هذا المسألة، لأن راح يصير انطلاقة في عمليات الاندماج النووي الإلكترونين، وإذا أخذنا كتلة الإلكترونين 2 في كتلة الإلكترون يطلع عندنا 0.012. فإذا المعادلة يكون لدينا الهيليوم زائدا وزن الإلكترونين اللي انبعث من العملية تساوي أن تكون الوزن الذري النهائي 4.038. لكن الفرق بينه وبين الوزن الذري للهيدروجين من 4 ذرات، عندنا ما الهيدروجين أكثر والفرق موجود أمامك، يطلع الفرق بالنهاية 0.0382. هذه الكمية من الكتلة راح تتحول إلى طاقة حسب قانون أينشتاين. جوا الإنرجي يساوي ماس الكتلة في مربع سرعة الضوء. طبعاً هنا الإنرجي نأخذ هذه الكتلة، فرق الكتلة، فرق الكتلة بماذا؟ بأربع ذرات من الهيدروجين تتحد لإنتاج ذرة من الهيليوم، يكون هنالك فرق كتلة، يعني هنالك زيادة في كتلة الأربع ذرات الهيدروجين داخل التفاعل، مضروبة في 3×10^8 هذا سرعة الضوء هو 300,000. ليش هنا أشد 8؟ لأن مأخوذ بالمتر، مأخوذ بالكيلومتر، يصير 3×10^5 هنا 8 لأن بالأمتار، مرفوع للاثنين لأن بالمعادلة mc². هذه الكمية من الطاقة اللي تكون على حساب الكتلة هي تعني بأن كتلة الشمس إلى النهاية، ومع الزمن الشمس تفقد كتلة وتفقد طاقة. إذا لو كان الزمن يعني ما لا نهاية في الماضي، يعني لو كان الكون أزلي في الماضي، كان مفروض طاقة الشمس منتهي، لأن الزمن ما لا نهاية في الماضي، ولأن ما منتهي وإنما هنالك طاقة موجودة، فإذا الشمس مخلوقة. هذه القوانين اللي تثبت هي إثبات للظواهر الكونية في الخريطة اللي طرحناها، وهي الظواهر الكونية يعني قوانين الترموديناميك، قوانين الانتروبيا. فالمقصود من بقضية كيفية الخلق بأن الظواهر الكونية، ولهذا لم تكن من القرآن غريبا عندما يفتح قضايا الآخرة يقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، فدخل بالكواكب والسماء. لماذا؟ لأن هذه تمثل ظواهر كونية، يثبت علميا للإنسان بأن في زمن من الأزمان سوف تنتهي العمليات الكونية وبدعم من قوانين الثرموديناميك. هذه المشاهد من أن يطرحها
طبعا إخوان هذا والأخوات يحتاج شرح مفصل لكل نقطة، ولأني في معرض بقضية الأدلة القرآنية فراح أمشي على نقطة أخرى يعني أتجاوزها لتكون حتى مع الوقت يخدمنا الوقت. هنا الظواهر الكونية فهمناها وفهمنا لماذا القرآن الكريم يبدأ بإذا الشرطية إلى السماء انشقت فأذنت لربها وحقت، أو سورة التكوير الذي بها أداة الشرط إذا الذي 13 مرة يكرر إذا الشمس كورت وماكو جواب الشرط إلى أن يأتي جواب الشرط في الآية الأخيرة علمت نفس ما قدمت وأخرت إثباتاً يوم القيامة. فإذا هذه التحويلات إذا الشمس كورت شنو يعني انتهاء عمليات الشمس، تبدي تفقد إلى أن، لأن في سطح الشمس من التفاعلات هنالك بحدود 6000 كيلو متر من عمليات الفوران والتفاعلات، يعني الشمس اللي ترى من الأرض هي مدورة في حقيقتها سطح الشمس في عملية غليان وليس حالة سكون. هنا كورت هي انتهاء لهذه المسألة، وانكدار النجوم ذهاب فوق ضوئها وتبعترها، وكذلك وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال سيرت أو الآية الأخرى في القرآن الكريم عندما يتكلم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، هذه الآية الكريمة يتكلم بأن الجبال سوف تنتهي وتصبح قاعا صفصفا، وهي نهاية العمليات الجيولوجية على سطح الأرض من تكون هنالك عمليات الويذرينج والإيروجن، عمليات التعلية والتجوية في نحت الصخور من الجبال وثم ترسيبها في المستنقعات لوصول إلى حال القاع الصفصف، قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا الوصف في يوم القيامة هي نهاية العمليات الجيولوجية وهي نهاية عمليات الطاقة الموجودة في الفيزياء اللي القرآن الكريم في فتح الصور ماله، وهذا لازم ننتبه إليه، يعني هذا الجانب بأن كيفية الحدوث أو الحاجة إلى حدوث يوم القيامة هي عمليات تحدث في الواقع، وما موت النجوم السوداء إلا حلقة من هذه الحلقات والذي ذكر في آيات أخرى. أنا أنتقل إلى موضوع آخر من هذه الموضوعات كي أستطيع أن أحيط مع هذا الوقت إلى ما موجود من معجزات. هذه الكيفية في عملية الخلق يجري أمام الإنسان، واستشهدنا بآية سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. الآن ندخل إلى بعض الكيفية الآلية لتحدث عمليات التجدد على الأرض. كيف لا؟ والله أخي عندما يموت الإنسان القرآن هو الكتاب الوحيد الذي وصف الموت بأنه خلق، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق الموت والحياة. القرآن الكتاب الوحيد على وجه الأرض اعتبر الموت خلقا وليس هدما، لأن ما موجود بعد عالم الموت من حياة في القرآن الكريم من عالم البرزخ ثم البعث ثم النشور ثم المحشر وتوزيع الكتب والميزان والصراط وما موجود من شفاعة، هذا العالم كلها ما بعد الموت، واعتبر الموت حياة دين حتى في عمليات موجودة، لأن هنالك برمجة في انتقال المواد من الأجسام إلى الطبيعة، السايكل مال الأكسجين، السايكل مال مثلاً سي أي الكالسيوم، المواد الموجودة في جسم الإنسان كيف تنقل إلى الأرض، كيف من كانت الحياة جمعت من الأرض في جسم الإنسان، فأيضا يكون عملية أخرى في عملية نقل هذه المواد إلى الوجود. فالموت حياة كمعنى علمي، وأيضا حياة لو كان أجدادنا وأجدادنا موجودين عندنا غير ميتين، أين التجدد في الحياة وأين؟ ولهذا في عملية الموت هنالك التجدد وهنالك معنى آخر لعملية البعث من قبل الخالق متى شاء وأين شاء. هذه المفاهيم الذي مطروحة في القرآن في الكيفية هي تقريب للعقل، وإلا الأمر غيبي، طلاقة قدرة لله سبحانه وتعالى. ما بعد الموت تقف الإعجاز العلمي وتقف وسائل العلم وتقف وسائل المختبر والإنسان من نظر ومشاهدة ولمس، كل الأحاسيس تقف لأن دخلنا في عالم الغيب. لكن هي هذه الإعجاز القرآني التي يقدم للبشرية مشاهد غيبية محضة، أحداث القيامة لكن تعرض بعرض علمي وبعرض سهل للفهم من قبل الإنسان. هذه المشاهد كان عن الكيفية. ندخل في لماذا الآخرة، يعني ضرورة الآخرة. قضية أخرى لأمامنا
لماذا ضرورة الآخرة؟ نرى في هذه المسألة هي البحث عن لماذا؟ لماذا وجود الآخرة أو ضرورة وجود الآخرة؟ أنا يعني واقف أمام مشاهد كثيرة أريد أوصل لكم، وما موجود أمامنا مثلا في المشهد الأول والمشهد الآخر الثاني اللي تمثل دقة العمليات الكونية، دقة العمليات الكونية، وأن الإنسان هو ثمرة هذا الوجود. هذه النقطة يثبت وجود الآخرة لسبب. إذا علمت بأن جميع ما موجود من قوانين الفيزياء والكيمياء وقوانين الحياة والماء وقوانين اللي تخص أدق عالم الذرات والإلكترونات والقوانين اللي تخص السماوات، هي في النتيجة تخدم في الكرة الأرضية ظاهرة الحياة. وظاهرة الحياة تعتمد على بعد الشمس عن الأرض، عن وجود القمر، عن وجود الغلاف الغازي وطبقة أيونوسفير، عن وجود الجلد، عن وجود حتى المواد، عن قابلية الأكسجين في الذوبان في الماء. لولا هذه القابلية لما كانت الأكسجين تذوب في الرئتين في 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 الدم، ولولا قابلية الهيموغلوبين وأربع غرامات الحديد الموجودة في جسم الإنسان لنقل الأكسجين من الصدر من إلى جميع خلايا اللي هي بتريليونات لتصل إلى جميع، هذه الدقة في الخلق تثبت بأن الإنسان ثمرة هذا الوجود. قبل الإنسان أن الحياة هي ثمرة الوجود، ولما كان الإنسان هو الحياة الواعية والمؤثرة والمقصودة في عمليات الحياة، لأن العمليات الأخرى من الحياة سواء في النبات من خلال عملية الفوتوسينسيس اللي هي عملية التركيب الضوئي اللي يستطيع من ضوء الشمس وحرارة ضوء الشمس أن يعطيك التفاحة أو برتقالة أو رائحة أو لون، هذه الظاهرة من يعطى لك تمثل خدمة للإنسان. فالإنسان يقف في سلم الأعلى من الحياة وهو العنصر المؤثر، فإذا الإنسان كثمرة من ثمرات الطبيعة يقتضي بأن لا تكون هنالك خربطة في حياة هذا الإنسان. إذا لم تكن هنالك خربطة في قوانين الكون في الوجود، كيف بالنتيجة تكون هنالك نوع من الخربطة؟ شنو معنى إذا يعني نقول إذا كان حكم الإلحاد أو الفكر المادي بأن الموت يعتبرها نهاية الطريق، معناه ضرب عمليات الكون القوس كل الشمس والقمر وكل الأعداد اللي شرحناها ضرب القوس في صفر. هو القوس الغاية من عند وجود الحياة، القوس الغاية من عند وجود الإنسان كخليفة على وجه الأرض الذي يستطيع أن يؤثر، ولما كان يستطيع أن يؤثر فلا بد أن يحجم حركة هذا الإنسان بوجود مبدئي العقاب والجزاء. هذه اللي تمثل نقطة أخرى من ضرورات الآخرة، من ضرورات الآخرة، وهو أن من قبل الخالق الذي نظم هذا الكون فالذي يلتزم لابد أن يجازى الجزاء الأوفى، والذي لا يلتزم هنالك العقوبات. وقانون الجزاء بوحدها يحتاج برنامج، كما أن القوانين اللي شرحناها يعني الجزاء الرباني بين الجزاء المقدم والمؤجل أو العقوبة المقدمة والمؤجلة أو حتى التكريم، يعني ليس فقط الجنة من نعم هذا الإيمان، ما نشعر به من وجود من إحساس بالإيمان وبالراحة النفسية وبالراحة مع ذكر رب العالمين وبالإحساس في داخلك كإنسان من خلال الإيمان، هي نعمة من نعم الجزاء المقدم من الله سبحانه وتعالى اللي نعيشه في حياتنا. فإذا الإنسان الذي يمثل ثمرة العمليات الكونية وأن الكون مسخر لهذا الوجود لوجود الإنسان، هي دليل قوي بأن وجود الحياة الآخرة ضرورية كنتيجة طبيعية، احتراماً لعمليات الوجود واحتراماً على دقة هذه العمليات اللي ليست هي عبثية. ولهذا القرآن الكريم تناول هذا الموضوع وبعمق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يطلع الآية الكريمة يعني يعطي فقضية منطقية، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. والله أخي كتابة تكتب عادية بيدك وتشوف إلى خطاط عالمي تقول هذا خطك، يرفض هذا الموضوع.
أو قطع من الأخشاب تصنع منها فت كرسي وتقدمها لأحسن نجار في المملكة تقول هذا من صنعتك، يرفض هذا، رفض. هنا رفض إلهي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما يقوم به البشر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني تحت يا إنسان بأن نتيجة هذه العمليات هي العبث. وإذا كنت أنت عبثا تعتبر نفسك عبثا، هذه يعني نوع من الإهانة، نوع من الإهانة للذين يعتقدون بأن الموت عدم، ونوع من الإهانة للفكر الإلحادي والفكر المادي في القرآن الكريم عندما يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل بهذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا ترجعون، ما يقول لا ترجعون، يعني مو أنت تجي نجيبك، لا ترجعون يعني ترجع إلى الله. هنا يدخل المشهد فتعالى الله الملك الحق. فإذا كنت يا بشر عبث فإن الخالق ليس لا يخلق العبث. هذا من يقول في الكتاب، يقول أيها الإنسان إذا كنت تعتبر نفسك عبث فأنا لا أخلق العبث. فتعالى الله الملك الحق، يدخل بقضية الملك، ملك السماوات والأرض، بتشوف أمامك الحق بكل بقوانينها. لا إله إلا هو المعبود الوحيد، رب العرش الكريم. لماذا وصفه العرش بالكريم؟ لأن الله سبحانه وتعالى هذا العرش المعطاء، معطاء بمطرها بألوانها بطعامها بربوبيتها، هذا اللي يجي أمامنا، هذا كله شمال هذه الآية. هذه الآية تعتبر يعني منطق، وتعتبر مخاطبة للعقل البشري والوجدان البشري ولما موجود في الإنسان، كي يكون على بينة بأن هذه الحياة ليست نهاية عبثية، بل هنالك حياة أخرى. والآية الأخرى، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الآية الكريمة هنا يأخذ جانب آخر، يأخذ جانب الخير والشر على الأرض، وهذه ضمن المنظومة، موجود منظومة وجود الشر. أخي الكريم، أخي الكريم، يبدو أنه الأخ المحاضر خرج بالخطأ من المحاضرة. لعل الأخ حمزة لو تتواصل معه، أنه فصل يمكن عنده. مرحبا دكتور، أنا الآن بحاول أتواصل. نعم نعم، يمكن فصل عنده النت أو صار عنده خلل، طلع فجأة، طلع أثناء الشرح. جزا الله خيرا جميع الإعجاز على تنظيم مثل هذه المحاضرة القيمة حقيقة، متميزة من منذ بدء طرح الموضوع حتى الآن، وهذا ليس بالجديد على الجمعية، فهي أكثر من 10 سنوات وهي تطرح برنامج متواصل وشيق. كلما امتد الوقت مع جمعية الإعجاز زادت المواضيع التي تطرحها شوقا لنا في الحضور والمشاركة والاستماع. وجزا الله خيرا المهندس حاتم بشتاوي برئاسة هذه الجمعية، هو معنا الآن، يعني ممكن نأخذ منه بعض المداخلات، الكلمة في ضوء ما ورد حتى يعود المحاضر. فأخونا المهندس حاتم بشتاوي رئيس الجمعية، تفضل يا أخي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام، مين معي لطفا؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله، مسموع؟ مسموع الصوت؟ مسموع الصوت. السلام عليكم. المهندس حاتم معنا؟ أخونا حمزة، المهندس حاتم مشتاوي موجود؟ المهندس أبو عمر موجود الآن، تستطيع تتحدث مهندس؟ نعم، يلا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. هل تسمعني؟
نعم نعم صوتك مسموع، تفضل. حياكم الله، بارك الله فيكم. أنا أشكر الأخي الدكي، أخي الأستاذ إمداد، على هذه المحاضرة القيمة، وهي جزء من نفحات يوم القيامة. يعني حياة الإنسان على الأرض لها منهج ولها رؤية ولها أجل ولها قوانين تضبطها وتضبط حركتها. سر وجود الإنسان على الأرض لحقيقة عظيمة جدا، نعيش حياتنا كلها ونحن ندرسها ولا نشبع منها، ونعرف أن الله اختار الله هذه الأرض للإنسان، واختار له الأنبياء والرسل، واختار له الملائكة، وأنزل لهم منهاجا للإنسان. الإنسان خلق عظيم، أعظم مخلوق هو الإنسان، والكون كله في خدمة الإنسان، الجنة للإنسان، النعيم للإنسان، يعني ربنا التجليات للإنسان. هكذا لا نستطيع أن نشبع من ظلال تدبر آيات القرآن. نحن دورنا تدبر هذه الآيات ومعانيها وإنزالها على واقعها، وأنها ليست قضية افتراضية وليست قضية قابلة للشك. هذا اليوم الآخر لا ريب فيه، والآية فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الملك الحق لا يخلق شيئا عبثا. فإذا الإنسان عرف سر حياته يجتهد ويغذي السفر للسفر إلى الدار الآخرة، إلى الدار، إلى الحياة الحقيقية. حياتنا في الدنيا عبارة عن سويعات معدودات. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يغمس أحدكم إصبعه في الجنب ما يرجع. أنا لا أريد أن أخذ وقت الآخرين، هذه محاضرة قيمة، ونشكر أخونا إمداد، ونشكر أخونا الدكتور ماجد على حسن الإدارة، نشكر أخواننا الحاضرين الذين نتمنى أن يبقوا كلهم معنا في أيامنا ومحاضراتنا الأسبوعية التي استمرتنا لحوالي 10 سنوات. نفتح المجال لبقية للمناقشة وللتكلم. بارك الله فيكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى محمد وعلى آله. كنت سابق عندي اجتهاد بسيط. نشكر المهندس حاتم بشتاوي على المداخلة الجميلة، على ما أضاف من المحاضر من طرح للموضوع. يعني كان عندي اجتهاد بسيط في موضوع قل سيروا في الأرض، هذا خطاب الله عز وجل موجه للبشر بالسير في الأرض، وكأننا عابري سبيل في هذه الدنيا، وكأن الله عز وجل يخبرنا أن هناك مثل ما تفضل المحاضر بداية ولنهاية لكل شخص في هذه الدنيا. ما يقوم به الإنسان من تحديات للخالق، من جعل الحضارة تصنع عند الإنسان يقين بأنه مخلد في الأرض أو باقي إلى آلاف السنين على وجه الأرض، يعني يجعلنا أحياناً نتحدى الظواهر الطبيعية التي أوجدها الله عز وجل في هذا الكون من زلازل وبراكين. وكان الله عز وجل يخبرنا أن هذه الأرض متقلبة، فالإنسان عابر سبيل في هذه الأرض، ويتطلب منا أن يكون الإنسان كعابر سبيل في هذه الأرض، له بداية وله نهاية، وهذا أساس الإيمان من كل شخص في أنه هناك يوم للآخرة ويوم للقيامة، والله عز وجل سيحاسب الجميع. هل يوجد، إذا كان يوجد أحد يريد المداخلة؟ السلام عليكم. تفضل، مين معنا؟ دكتور منير السالك. حياك الله، تفضل يا دكتور. الله يجزيكم الخير. لا شك، يعني لا يعني أضيف شيء، إذا قلت فعلا هي من أروع وأمتع المحاضرات العلمية بالتحليل العلمي الذي يوصل للإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة، هذا لا شك فيه، الله يجزيه خير. بس كان فيه أنه نقطة صحيح أشار إليها الدكتور المحاضر، الله يجزيه الخير، بالنسبة للتفسير في سورة الشمس، إذا الشمس كورت، التكوير وغيرها، هو قال يعني أنه إذا هي أداة شرط وجوابها علمت نفس ما أحضرت. الواقع عندما تكون إذا أداة شرط، يعني هناك احتمالين، إما تحدث أو لا تحدث، فإذا حدثت كان كذا، وإذا لم تحدث لم يكن كذا. إنما هو أهل اللغة يعني يفسرون إذا هنا بأنها إذا ظرفية زمنية، يعني بمعنى حين تطلع الشمس أو حين تكور الشمس وحين تفقد نورها وحين كذا سيحصل كذا، فهذا حتم لابد أن يحصل. بس حبيت أنوه على هذه النقطة. الله يجزيك الخير وبارك فيك، شكرا يا دكتور، شكرا. لمن أراد التدخل، الدكتور محمود جابر، تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. المهندس محمود جابر، الله يبارك فيك. دكتور ماجد، مشكورين.
الحقيقة يعني طبعا عندي بعض المداخلات وبعض الملاحظات، والهدف منها هو شيء إيجابي وليس شيء سلبي. نعم تفضل. فيما يتعلق بمنهجية أداء المحاضرة، ليس هناك منهجية واضحة تفيد الترتيب، بمعنى وضع مقدمة ماذا يريد المحاضر أن يقدم. الشيء الآخر، أهداف هذه دكتور محمود جابر، لو تفتح المايك، راح المايك، تفضل. يمكن التي كنت أتحدث عنها في تفسير الآيات هي تكون يعني على الأقل بإيراد أقوال المفسرين في الموضوع. هذه نقطة. النقطة الأخرى، عنوان المحاضرة بالأدلة العقلية. الأدلة العقلية جاءت في بيان منطق القرآن العقلي، في بيان الظواهر الطبيعية. أما بالنسبة للشمس والأجنة، هذه ليست أدلة عقلية. كيف؟ هذه أدلة علمية محسوسة بالتجربة. أما الأدلة الذهنية العقلية، ذهنية تتعلق بالذهن وليس بالتجربة، يعني المنطق مثلا ليس تجارب مادية، صح؟ المنطق هو محاكمات عقلية وليست أدلة مادية. فيما يتعلق، إذن لو كان العنوان المحاضرة إعجاز علمي، يجب ليس له دلالات عقلية. الدلالات العقلية كانت من آيات القرآن وليس من الأدلة العلمية. تمام؟ إذن فرق بين الأدلة العلمية المحسوسة المادية وبين الأدلة العقلية التجريبية. مثلا على سبيل المثال، الدليل العقلي قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، هذا دليل عقلي ليس تجربة، ليس كذلك؟ إذن هذه فكرة. أيضا بالنسبة للشمس، إذا الشمس كورت، الحقيقة عند انتهاء تحول الهيدروجين إلى هيليوم كاملا، الشمس تموت. كيف تموت؟ تتكور وتلف على بعضها وتنتفخ، بصير حجمها ممكن يصل إلى الكرة الأرضية، يعني يبتلع كل الكواكب الأخرى، تبتلعها الشمس. إذا ماتت الشمس وهي أساس الطاقة الموجودة على الأرض، تموت الحياة على الأرض. طبعا هذا جزء. أيضا هناك نهاية للكون كله في يوم القيامة، في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن في نهاية للمجموعة الشمسية ومنها الأرض وحياة الإنسان عليها، وكذلك نهاية لهذا الكون. شكرا لكم. بارك الله فيك يا دكتور. يعني أحد الظواهر المتوقعة أيضا قضية شروق الشمس من المغرب وغروبها من الشرق، هو إعادة دوران الكرة الأرضية بعكس الاتجاه، يعني مما يولد لدينا أن هناك شروق عكس الغروب والغروب عكس الشروق، كدليل عقلي متطابق مع النص القرآني. والله السلام عليكم. وهاي الظاهرة حدثت، يعني قيل في بعض الكواكب. مين معنا؟ تفضل عرف عن نفسه. أخوك هاني الضليع. هاني الضليع. هاني الضليع، حياك الله يا أستاذ هاني، تفضل. حياك والله، شكرا جزيلا دكتور ماجد. برد عليك أول إشي، هذا الكلام مش صحيح اللي تفضلت فيه. الأرض لن تدور بالعكس، اتهاد. ولم تحدث في الكواكب، هذه كلها إشاعات ما حدثت يعني في الكواكب. هذه الإشاعة القديمة الريتروغريد موشن، اللي هي الحركة العكسية كما ترى في السماء، أما الكواكب لا تدور بعكس، ولم تحدث أن الكواكب دارت حول نفسها بعكس الاتجاه اللي هو عكس عقارب الساعة، فهي ليست ظاهرة. وطلوع الشمس من مغربها ليس ظاهرة طبيعية، إنما هو معجزة لا تفسير لها، ولا أحد يمكن أن يفسرها، لأنه وقوف الأرض يحتاج مليارات السنين. إذا بدها حتى توقف الأرض وتعكس حركتها، إحنا بنتكلم عن مش ملايين، مليارات السنين، وما أظن الأرض تعيش حتى مليارات السنين حتى توقف، أو الإنسانية أو البشرية توقف تعيش على الأرض حتى تقف ترى الشمس يعني تخرج من مغربها.
وأيضا تعليقها، شكرا أول شيء للمحاضر وبارك الله فيه، يعني المحاضرة قيمة لا شك، والدلائل التي يعني أتى بها جزا الله خير عقلية وعلمية، ويعني تستحق الاستماع المحاضرة. أنا بس بأثني على كلام الباشمهندس محمود وأخالفه قليلا، إنه الشمس حين يعني في يوم القيامة لا شك أن الشمس ستكور، ويوم القيامة عشان الناس ما يعتقدوا أنه يوم القيامة هو ذلك تلك الفترة التي يستيقظ فيها الإنسان للحساب، يوم القيامة هو يوم ممتد منذ النفخة التي يموت فيها كل البشر إلى دخول الناس الجنة، هذه فترة يوم القيامة، والله أعلم بمدتها، ربما تكون مليارات السنين، بس إحنا نايمين مش دارين عن الدنيا. فحين نستيقظ بيكون فيه حوالي 50,000 سنة، اللي هم هذه فترة الحشر إلى أن يعني ربنا سبحانه وتعالى يقضي بالناس إلى جنة أو إلى نار، لكن الأحداث الطبيعية كلها هذه ستحدث وإحنا مش صحيين يعني. لكن نفهم، أنا شخصيا أفهم من القرآن الكريم أننا سنرى يعني إذا الشمس كورت إنه يوم القيامة ستكور الشمس، أي سيلف ضوءها، راح تتمدد طبعا، ثم بعد ذلك تنكمش، ثم يعني يختفي ضوءها، ثم تنفجر في السماء، أو بلاش نحكي تنفجر، تخلع رداءها في السماء، فتمور السماء مورا، ويصير في عندنا وردة كالدهان تحت مرأى الناس ومسمعهم. يعني هذه من الظواهر، أعظم الظواهر التي لعلنا يعني نراها يوم القيامة، ونحن آمنون إن شاء الله، ونحن آمنون يعني. أخ ماجد عندنا احد الاخوه رافع الايدي، نعطيه مجال لانه بس مداخله من عندي. اخ ماجد تفضل. بالنسبه اشكر الاخ هاني ضريع، كان معنا في مؤتمر الاعجاز العلمي مؤتمر بغداد الاول 2019، كان معنا. مين معي لطفا؟ مين معي؟ انا معك المحاضر استاذ امداد. الاستاذ امداد كيف الحال؟ نعم انا يعني اتدخل اجيب على لعله حدث عندك مشكله في النت. كان عندي مشكلة في النت، هسه انحلت، جاي تسمعني؟ نعم تفضل تفضل. بالنسبة إلى أول سؤال، إذا وعدنا إن الشرطية وإذا الشرطية، إن يستعمل للمشاكل مرات، لكن إذا الأمور زينة والظرفية أيضا معنى آخر أضاف الدكتور ونحن نشكره. هذا نقطة. نقطة ثانية، أنا ما أقدر أدخل في تفاصيل الآيات، في معاني الآيات في التفاصيل، لأن الموضوع محدد وشامل للأدلة العقلية والمنطقية للآخرة. أما إذا دخلت في شرح آية واحدة يمكن ساعتين وثلاث ساعات أيضا ما يكفي، رغم أني ما كملت الموضوع، لأن أنا سنت أريد أصل إلى ضرورة علمية للآخرة، لأن ما ممكن الإنسان ينتهي بالعدم، والضرورة القانونية، لأن القوانين الموجودة الآن هي ليست تأخذ كل معاناة الإنسان، والضرورة النفسية في داخل الإنسان، وهو حب الخلود، لابد من، كما أن حاسة الشم موجود والأنف موجودة وحاسة السمع والأذن موجودة، هنالك حاسة بالإحساس بالخلود، لكن جهازه ماكو، جهازه هو يوم القيامة، فهنالك ترابط عقائدي بين وجود الله، لأن وجود الله لو لا يوم القيامة يكون العدالة الربانية في موضع شك، ولهذا الملحدين عندما يطرحون الآخرة من نظرهم ما يقدرون يفسرون الشر، الشر موجود على الأرض لأن الدنيا أساسها امتحان وابتلاء، وآيات الكريمة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فمنظومة الآخرة هي تنظيم للحياة الإسلامية الموجودة في الوقت الحالي، وهي تنظيم للفكر الإنساني والإسلامي، لأن الآخرة إذا يطرح فما موجود من الشر على وزن الأرض والتي ربما تستمر إلى الموت، كان ماكو شر، يعني طرف مستفيد، يعني ستالين قتل 1.5 مليون شخص وانتهى بالموت، كيف قانونيا نحكم على هذا ضمن قوانين الكون الدقيقة في الفيزياء والكيمياء اللي هي بعدد أفوغادو وعدد ذرات وعدد الإلكترونات، يعني دقيقة جدا، لكن البشر لا ينطبق عليه، وما موجود من ظلم، إذا ماكو يوم القيامة يكون الغلبة للشر وليس للخير، ولهذا باعتراف مبدأ بأن الدنيا امتحان، وما أعطي الإنسان من العقل ومن القدرة على التصرف في إثبات عملية الامتحان موجود، وما موجود في المواد من قابلية النفع والضرر والخير والشر هي دلائل على قضية الإيمان وجود الله، ولهذا هذه المنظومة، منظومة الآخرة في وجود الله والامتحان وصفات الإنسان
والجزاء المتكامل، لأن الدنيا مو بس ما بجزاء الجنة يصير هنا، ولهذا من يؤجل إلى حياة أخرى، فهي منطق وهي عقل وهي تسليم من الداخل إلى ما خطط هذا الدين. وأنا وقت ما كفاني اللقاءات الأخرى إرادة للشرح، وبالأخير ننتهي، لأن الإنسان الذي لا يعيش للآخرة يعيش ناقص جدا، ويعيش ضمن المواد فقط وعالم الغيب يفتح عالم الإنسان إلى أكثر مدى. والإنسان ربما يصل بعلم الباراسايكولوجي وكذا موجود عالم الأرواح، لكن بالشكل المنظم وبالشكل المرتب ما موجود في هذا الدين من عملية الموت وراء الموت، من يقول الإنسان يخاطب رب العالمين أن يكون أن يرجع إلى الدنيا، لكن لا ماكو مجال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه الموازين يوم القيامة والأحداث هي اتفاق مع فطرة الإنسان، وهي اتفاق بأن لا تكون للشر الغلبة، فالذي يسرق والذي يقتل وهو متمكن في الدولة وينتهي به الموت معناه الطرف استفاد، فانفقد معنى الشر. حتى يعتبر الشر شرا لابد من وجود يوم الحساب، ولهذا كانت الآية الكبيرة المشهودة لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، وهكذا. هذه المنظومات أنا الوقت ما كفاني، لكن إن شاء الله الحمد لله وصلت الفكرة، وأنا أشكر جدا اللي دخلوا معنا وكلماتهم الطيبة، إذا أردوا يعني نقد بناء كتوصية، وأشكر يعني مركزكم على وجمعيتكم لإعطاء هذا الجانب، جمعية الأردنية لإعزاز علم في القرآن والسنة. نعم، بارك الله فيك يا أستاذ إمداد، يعني أيضا الإضافة التي أضفتها ومميزة جدا، هي في دقائق ولكن كانت مميزة، جزاك الله خير وبارك الله فيك. عندنا بعض المتداخلين أيضا، الله يكرمك بارك فيك. عندنا في أخ من المحاضرين آيفون 2 لكن مش كاتب اسمه، تفضل معنا ورافع اليد. أو نأخذ المهندس خالد تل، تفضل المهندس خالد تفضل. السلام عليكم، بس خليني أوقف لأني أنا عم بسوق. تفضل تفضل. أنا صراحة لفت نظري أول شيء بشكر المحاضر الجيد. طيب بشكر المحاضر على محاضرته الصراحة الجيدة والجميلة بنفس الوقت، وأثارت يعني كثير نقاط عندي. أنا بس لفت نظري أو خلينا نقول يعني هيك لمع في ذهني موضوع إذا الشمس كورت. إنه النقطة يعني كوني أنا كزميلي هاني الضليع أعضاء جمعية الفلكية الأردنية، طب ما هي شمس كروية أساساً. نعم التفاسير، معظم التفاسير بتقول لك إنه الشمس كورت إنه انطفأت بآخر حياتها تمددت إلى آخره، لكن أنا لا، وهذا بس راح يكون مجال بحث جديد عندي، إنه لماذا يعني قال الله إن إذا الشمس كورت وهي كروية أصلاً. بس هاي نقطة المداخل اللي أنا حبيت أحكي فيها، وجزاك الله خير. بارك الله فيك. الحقيقة كورت لا تعني أنها مستديرة أو كرة، لا تعني هذا أبداً. نعطيك مجال بعد قليل، نعطيك مجال يعني لأنه في عندنا بعض الإخوة رافعين. تفضل تفضل، عرف عن نفسك. كيف ما يجي الشباب يصلوا؟ دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا الدكتور علي المر. دكتور علي المر، حياك الله. شكرا جزيلا، أنا حقيقة أيضا يعني سررت بالمحاضرة قيمة، ونشكر الدكتور إمداد على هذه المحاضرة. يعني حاجات سريعة، خلينا نبدأ من الأخير. إذا الشمس كورت بالنسبة للمتداخل الأخير، الشمس ليست يعني كروية الآن يعني ملساء أو مدورة بالشكل المضبوط، الآن فيها ترمي بشرر كالقصر، وفيها عمليات يعني انفجارات، وفيها كثير من التضاريس المختلفة، ولكن لما تبدأ تبرد تفقد الهيدروجين أو الوقود تبعها وتبدأ تبرد بتزيد كثافتها، بصير تضغط في حالة فتتحول إلى كرة حقيقية. هذا المعنى تبعها. نقطة أخرى التي أثارها الأخ محمود
انه يعني نهايه الكون. نعم نهايه الكون هناك ثلاث نظريات، نظريه بتقول انه سيبقى يتمدد الى الابد، نظريه تقول انه سيستقر عند نقطه ما، نظريه بتقول انه سيعود الى الانكماش ويرجع كما بدا اول مره. حقيقه هذه النظريات نحن نلغي النظريتين الاولانيتين ونثبت النظرية الثانية بما فيه في القرآن. مفروض علماء أن يرفعوا صوتهم ويقولوا هذه النظريتين الأخريين غير صحيحات، وأن الكون سينطبق على نفسه، والسماء والأرض قبضته يوم القيامة مطويات بيمينه إلى آخره، والسماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم، فلذلك احنا لازم بقوة ونرفع صوتنا ونقول نعم الكون سينهار على نفسه ويرجع كما بدأ النظريتين هذلك. بس إحنا خوفنا وترددنا وعدم ثقتنا بأنفسنا وبعلمنا وبديننا خلتنا متأخرين وننتظر الآخرين ماذا سيقولون. فهذه نقطة. النقطة الأخرى إلا يعني هي ربما الأخ هاني الضليع أثارها، اللي هي قضية إنه شأن الأرض ستحتاج إلى مليارات السنوات، أو يعني ذكر رقم كبير، حتى يعني تتوقف أو ربما تقل حركتها ثم تنعكس من الغرب إلى الشرق. هذه بحساباتنا المادية يا أخاني، ولكن بحسابات الله عز وجل كمعجزة يمكن تحصل في أي وقت أراد الله أن تقوم القيامة. هذه واحدة. ثانيا حتى من الناحية العلمية ربما تقترب بعض النجوم في أثناء حركة الكون الرهيبة هذه، تقترب بعض النجوم أو الأجرام السماوية من الأرض، يعني فتشدها باتجاه معاكس فتتغير حركتها. إذن ليس يعني ليس بالضرورة أنها تقعد مليارات السنوات، هذه حسب حساباتنا إحنا العلمية. النقطة الأخيرة يعني وهي ربما زلة من المحاضر الكريم الأخ الدكتور إمداد بارك الله فيه، أنه قال الإنسان كثمرة من ثمرات الطبيعة، هذه يجب أن نرفضها إحنا. الإنسان مخلوق، والطبيعة حتى كلمة الطبيعة يجب أن نخرجها من قواميسنا ونستخدم الكلمة الإسلامية التي كانت دائما مستخدمة في العصور الإسلامية الذهبية واسمها الخليقة. ليس هناك شيء اسمه طبيعة يعني طبعت نفسها بنفسها، وأنه القوانين هذا شيء عادي وأنه مش عارف كيف يعني أخذوها بهذا المعنى. لا، هي خليقة والقوانين كلها مخلوقة. وربما أخونا المحاضر يعني هفوة هي أو زلت لسان، ولكن نريد أن نكرس المفاهيم الإسلامية وننشرها بين الناس، وبارك الله فيكم. دكتور ماجد الميكروفون عندك. بارك الله فيك، بارك الله فيك دكتور علي، ويعني إضافة مميزة حقيقة، ودائما عهدنا منك دائما ملاحظات مميزة، الله يجزيك الخير. يبدو للمهندس محمود جابر عنده إضافة، تفضل. يعني الحقيقة للسبب الذي وقع فيه المهندس خالد في فهم كورت، يجب أن نرجع إلى القواميس في اللغة العربية وإلى التفاسير. التكوير هو كتكوير العمامة، لفها، تمام، لف العمامة، وليس إنها كرة، هذا المفهوم، تمام، حتى نفهم ما معنى كورة. أنا أنصح بالرجوع إلى محاضرة الدكتور محمد باسل الطائي، وهو متخصص في الفيزياء، وله نقطة كيف تنتهي الشمس، يعني عنده محاضرة كاملة كيف ستنتهي الشمس. الشمس هي نجم، ونهاية كل نجم مختلفة عن نهاية النجم الآخر. في مثلا الدكتور علي المر أكيد بيعرف، الأستاذ هاني الضليع، في مسألة السوبرنوفا. السوبرنوفا النجم عشان يحصل طاقة جديدة بينفجر في السوبرنوفا. الشمس لا، انفجارها مختلف، تكوير، وليس لأنها حجمها صغير، فالطاقة لا تكفي لحدوث الانفجار الكبير تبع السوبرنوفا. هذا السوبرنوفا يعني موت النجوم. نعم، بارك الله فيك يا دكتور على التوضيح. نحتاج من الأستاذ مداد يعطينا، نعم، لأنه محاضرته هي أوسع من قضية ظواهر وتغير ظواهر، هو يتكلم عن اليوم الآخرة صحيح. نعم، تفضل يا أستاذ مداد، يمكن عنده بعض الكلام اللي رأيته يتحدث، تفضل. المايك عندك. نعم المايك أستاذ
أستاذ إمداد المايك، لو تفتح المايك. نعم. لا لا ما في صوت، حتى الآن ما في صوت، لو تفتح المايك. أستاذ إمداد ما في صوت. أنا أراك تتحدث لكن لا نسمع صوت. ما زال لا يوجد صوت. تفضل. أيوه الآن في صوت، تفضل. نعم، بالنسبة للأخ، نحن عندنا قانون في القرآن الكريم، سخر لكم ما في السماوات والأرض. فهنا من أقول الإنسان ثمرة الوجود أو الطبيعة هي تسخير عمليات الطبيعة لوجود هذا الموجود. يعني طبقة الأيونوسفير في السماء يخدمنا كحياة، أنا قصدي هذا، لأن عمليات الوجود هي تجري لكنها مسخرة من قبل الخالق. العمليات الطبيعية ما موجود من مطر ومن صفات الأكسجين وغيره والغازات هي مسخرة لعملية الحياة ووجودنا. سخر لكم ما في الأرض وما في السماوات جميعا منه. فالوجود هذا المقصود من الثمرة، من ثمرات الوجود والتسخير. وإلا أنا في قضايا هذا الإيمان الحمد لله يعني فاهم هذا الموضوع وبعمق، وأشكر المحاضر ومداخلة. الشيء اللي أريد أضيفه بأن إذا الشمس كورت نفهم بأن انتهاء لعمليات الشمس، لأن هي يوم القيامة المشهد الموجود، وإذا النجوم انكدرت فهي يعني فلتان النظام الكوني، وما موجود الآن هي غير ذلك. هذا المشهد المفهوم منها. أما كيف كورت وكذا أنا شرحته وقلت بأن العمليات الموجودة على سطح الشمس هي يعني يبر 6000 كيلو متر، يسموه البقعة الشمسية، من الأرض تبدأ كظلام، يعني البقعة تبعد من الشمس. وأي طفل بالابتدائية في صورة الشمس راح يرسم شكل أشعة أطرافها هي هذا. فكورت بمعنى انتهت عملياتها وأصبحت مثل الكرة، مثل ما وصف الأرض بأنها قاعا صفصفة ستنتهي عمليات الجيولوجية، هي هذا المفهوم. وأنا كنت أحب يعني وقت أكثر، والله العظيم أكو قصص يعني من الواقع، بأن القوانين الموجودة على الأرض هي قاصرة لقضايا العقوبة وكذا، فلا بد من وجود يوم الآخرة لمعادلة ميزان الظواهر الموجودة. يعني كلمات قصيرة جدا، كانت واحدة هي فتاة لكن كبيرة بالعمر في حالة وفاة، فقبل وفاتها صاحت أبوها وصاحت الطبيب، فقال أبوها قال يا أبي عندما ماتت أمي أنت لم تتزوج وكنت تطلب أن تأكل من الرز الحار ومن الشاي الحار، فالذين تقدموا لطلبي لم تعطيني لهم. ففي سنة 80 سنة شهر السادس جاء فلان لطلبي، و81 جاء فلان، وبدأت تعد الذين طلبوا يدها، ولم يقبل أبوها زواجها كي تبقى تخدمه في البيت. فقالت أنا أموت، يعني كانت لها عجز كلية، أموت لكن سوف لا أبري ذمتك يوم القيامة. هذا المشهد يعني أي محكمة في الكون ما مأخذ هذا النوع من الظلم، لكن يأخذ الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا المنظور اليوم القيامة هي ضرورة قانونية، ووجود الأعمى ضرورة اجتماعية وأخلاقية لوجود القيامة، لأن يعني من يعوض نور هذا؟ يعني تبسل إلى الغرب يسوون قاعة قمار باسمه يقبل أن يروح عينه، يعني ما يقبل. تودي على دول اشتراكية ينطو يعني التقاعدية جيدة يقبل أن يروح عينه، ما يقبل. لكن من يعطي لهذا اللي فقد حديثين؟ إذن وجود الآخرة هي قضية النفس الإنسانية مشتاقة، لأن يعني الخلود إحساس قوي أخي الكريم. الخلود يعني الإنسان، هذا الخلود إذا يعني الإنسان يقف على قبر أبوه وما يدعي وما يقرف شيء من الدعاء لله سبحانه وتعالى، يعني كم يعيش قاصرا الملحد؟ ماذا يفكر أبوه؟ أين انتهى؟ ولهذا أكون نقطة النفس الإنسانية كضرورة من ضرورات الآخرة، ردت أن أشرحها. وإذا صار لقاء معكم في الأسبوع في مرة أخرى سوف أشرح ظاهرة الشر على الأرض وفهم ظاهرة الشر اللي ما فهم الكاتبين وأدى بهم إلى الإلحاد. فمفهوم الشر ضمن القرآن وضمن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل. بارك نعم. الله فيك. الله يجزيك الخير. يعني إضافة أيضا نوعية للحديث السابق وللمشاركين. أيضا رفع يده قبل قليل آيفون 6، فما أعرف هل ما زال يريد الحديث أم بطل أو
نختم مع كلمة مع الأستاذ المهندس حاتم بشتاوي رئيس الجمعية على ما جاء من مداخلات وجملة ردود وما تم طرحه، وأهم سؤالين بدأ بهم المحاضر: لماذا وكيفية أهمية الآخرة، يعني والآن وجدنا ضرورة الآخرة، وكيف الإنسان مهم أن يتربص بهذا اليوم، فهو يوم كل إنسان سيشهده. تفضل معالي أستاذ المهندس حاتم بشتاوي، تفضل. لو تفتح المايك. نعم. تسمعوني؟ السلام عليكم. نعم صحيح. أخي جزاك الله خيرا، أنا علقت وتأكيد مرة ثانية أن هذا الكون العظيم، هذه الشمس وهذا الكون الذي سينتهي، الإنسان حياته في هذه الأرض 50 عاما أو 100 عام لا تساوي صفر بالنسبة لحجم الكون هذا. خلق الإنسان في لحظة معينة في زمن معين لأداء دور معين والانتقال للدائرة الحقيقية، يعني الدائرة الحياة الحقيقية هي حياة الدار الآخرة. الدار الآخرة في القرآن الكريم ذكرت 115 مرة، يوم القيامة 70 مرة، يوم الدين، يوم العرق، حوالي 135 صفة ليوم القيامة في القرآن الكريم. نحن استعدادنا هذه المحاضرة استعداد ليوم القيامة واستعداد للحظة التي الكون كله يتغير، السماوات تتغير والشمس تتغير وتكور والنجوم والكواكب. نحن لا نستطيع أن نتصور ضخامة ذلك اليوم العظيم. سورة التكوير وسورة الانفطار هي التي تعطي دلالات يوم القيامة، ونحن نستعد لذلك اليوم. صلاتنا وعبادتنا ودعائنا ومحاضراتنا هي تذكر الناس بذلك المشهد، يوم عظيم، يوم ترونها تذهب كل مرضعة عن مرضى. أنا أشكر أخي الدكتور محاضر على هذه الإضافات، وأشكر إخواننا الحاضرين، وأشكر الدكتور ماجد، وأتمنى أن إخواننا دائما يشاركونا في لقاءاتنا وأيامنا العلمية ومحاضراتنا، لا ونستفيد من أبحاثهم ومحاضراتهم، وكلها تصب في إعجاز القرآن الكريم. بارك الله حضوركم وجعل الله أعمالكم خالصة لوجهه الكريم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جزاك الله خيرا وبارك الله في جهودكم جميعا وجميع الحاضرين والمشاركين. نعطي دقيقة للأستاذ مداد إذا حب يختم في آخر دقيقة هيك إضافة. الشكر الجزيل للسادة السيد المدير الأستاذ حاتم والجميع، والله يبارك بكم. وأنا أنقل يعني تحيات مديرنا دكتور شاكر سعيد طبيب العيون صديق أستاذ حاتم، وأشكر الجماعة وما شاء الله كبار عمرنا وشيوخنا. نحن الحمد لله بنعمة مع الإمام ومع الإمام الآخر واليوم الآخر، وأيضا الإحساس بحب الرسول في قلوبنا عليه الصلاة والسلام. الإمام رحمة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأدعو الإخوة جميعا بأن يشاركونا دائما نشاطات جمعية الإعجاز التي تعقد في كل يوم سبت في مثل هذا الوقت، ونشاطات متميزة حقيقة، ويعني في استضافات لأشخاص من أنحاء العالم، مواضيع كثير مهمة جدا في حياتنا وفي إيماننا وفي إضافة نوعية حقيقة. نتمنى من الجميع الحضور والمشاركة كما تفضل المهندس حاتم بشتاوي، أيضا الأساتذة الآخرين متميزين في عطائهم ومشاركاتهم وملاحظاتهم ومداخلاتهم. جزاكم الله خيرا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.